السلام عليكم. تستضيف جنيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018 بمشاركة وفود العديد من الدول المانحة دعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية في البلاد والتي تبلغ قرابة 3 مليارات دولار. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في كلمته خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية أن الخطة تهدف لإيصال المساعدات إلى نحو 13 مليون يمني في مختلف المحافظات. لم ينجح المجتمعون في جنيف برعاية من سويسرا والسويد سوى بجمع 2 ملياري دولار أو نحو ذلك من التعهدات، ولم يوضح إلى الآن كيف ومتى وعبر من ستصرف وبأي شروط. غير أن التساؤل الأبرز حول مؤتمرات الاستجابة الإنسانية دوما يكون: ما الذي ستقدمه لليمن؟ خاصة عندما تكون الفئة المستهدفة غير واضحة، وتكون المساعدات الإغاثية في اليمن خاصة في مناطق سيطرة الانقلابيين عرضة للنهب وابتزاز الناس ربما. ما هي الحلول التي يجب تقديمها إذن لرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية؟ يقول كثيرون مشاهدين الكرام إن البوابة الحقيقية لإيقاف الحاجة الإنسانية في البلاد هي بمعالجة المشكلة اليمنية وأسبابها بشكل سريع، إذ أن المأساة تتفاقم وتزداد تعقيدا كلما استمر مشعلو هذه الحرب في إذكاء نارها. حول هذه التساؤلات والتناولات مشاهدينا ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. أرحب بداية بمن ينضم لي في الاستوديو للنقاش فيها الصحفية والناشطة الحقوقية الأستاذة نبيلة سعيد. أهلا بك أستاذة. أهلا وسهلا فيكم. إذا مشاهدين الكرام سنبدأ نقاش، لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. برعاية أممية انتهت أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018. قرابة 2 ملياري دولار هو سقف التعهدات التي تعهدت بها الدول المانحة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بحسب الأمين العام للأمم المتحدة. غير أن العام الماضي الذي لم يثمر إلا 1.1 مليار دولار، أي قرابة نصف المبلغ، ربما يعطي مؤشرا أوليا عن النتائج المرجوة اليوم. في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن فرصة لإيجاد السلام في اليمن وأهمية انتهاز هذه الفرصة في وقت بدأت فيه بعض الأصوات تحذر من مغبة تطويق اليمنيين بمشكلاتهم دون حلول جذرية وإنهاء الانقلاب. فما بين اختلاف الأجندة السياسية والدعاية الإنسانية يضيع اليمن في ملعب التجاذبات ويصبح اليمنيون مجرد شعب يبحث عن المساعدات. يبتعد اليمنيون عن الحل مع استمرار اتساع الثقب الأسود الذي يلتهم مساعداتهم، كما يلتهم الآمال بحل مستدام، فقد باتت اليمن مجرد أرقام مفزعة ومجاعة وحشية تحذر من مغبة تفاقمها الهيئات والمنظمات العالمية دون أن ينظر العالم إلى المشكلة الحقيقية التي بدأت بالانقلاب على الدولة ولن تنتهي إلا بانتهائه. فهل على اليمن أن يبقى رهينة مؤتمرات المساعدات دون حلول تؤمن لهذه البلاد سلامة أبنائها؟ فكما يبدو أن تصريحات السعودية عن دفعها أكثر من 10 مليارات دولار كمساعدات إنسانية لم يلمس منها اليمنيون ما يستحق الذكر. تبدو هذه المبالغ أمام العالم الذي يغض الطرف عن الجرائم التي تزهق أرواح المدنيين من جميع الأطراف بمثابة ستار على ضمير العالم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفتي هنا الأستاذة نبيلة سعيد. أهلا بك أستاذة نبيلة. أهلا بكم. حياكم الله. إذن كيف تتابعين هذا المؤتمر؟ كان مؤتمر للمانحين، رصد أو كانت هناك تعهدات بمبلغ 2 ملياري دولار تقريبا، الخطة كانت 3 مليارات دولار، كيف تتابعين كل ذلك؟ أولا هذا المؤتمر ليس الأول، وهذه الفعاليات والمؤتمرات والندوات والمساعي كلها ليست هي الأولى وليست هي يعني ولدت فقط هذا المؤتمر وما ينبني عنه، لكن الحديث الحقيقة أو لو ننتقل من مربع الحديث عن المساعدات وكميتها ونوعها إلى مربع آلية التنفيذ، هل ستتم هذه هذه الحجم الهائل من التبرعات؟ هل سترى النور على الميدان في اليمن؟ هل ستنتقل مباشرة إلى المستهدفين في الداخل اليمني في المحافظات المنكوبة؟ هل ستجد طريقا فعليا عمليا حقيقيا ميدانيا واقعيا فعلا يرصد يعني بالرقم؟ يعني هل هذه التساؤلات المفترض أن يجيب عليها مؤتمر جنيف وغير مؤتمر جنيف؟ يعني نحن لا نريد أن نسمع مثل نداء سنتبرع سندعم بمبلغ، نحن نريد الحديث حقيقة حول
ما هي الإجراءات؟ ما هي الآليات؟ كيف ستصل هذه المساعدات؟ متى ستصل؟ وكيف ستصل؟ وعبر من ستصل؟ هل هناك طريق آمن؟ هذا الطريق الآمن الذي نتحدث عنه من 2015 لم نرى له أي وجود على الميدان، يعني تصل جزء من المساعدات تتلقفها ميليشيات الموت، تصل جزء من المساعدات تصل يعني مفرغة، يعني نحن نتحدث عن مساعدات فعلا لا تصل ولا يلمسها أي شخص يعني في منطقة متضررة من كل المناطق الموجودة في اليمن، يعني نتحدث عن شيء غير موجود في الميدان بالقدر الذي تقصدين بالقدر نعم الذي يعلن عنه. نعم يعني الإعلانات الهائلة هذه اللي تصل مداها أكثر من 90%، لا يجد المواطن اليمني في الداخل اليمني أقل من 1% من هذه المساعدات، يعني ما زالت الاحتياج شديد. إذن لماذا التصريحات بأن اليمن تعيش أسوأ أزمة إنسانية في الوقت الراهن؟ لماذا يعني لماذا؟ لماذا الاحتياج يزيد؟ لماذا المجاعة لم تقف؟ لماذا الخدمات الأساسية لم تظهر حلول لها على الميدان؟ لماذا لم تحل المأساة اليمنية؟ لماذا يعني نحن نشاهد على هذه المساعدات أن تجد أرضا وتجد النور وتجد فعلا ظهور على الميدان، لكن أنت تتحدث عن بلد منكوب لثلاث سنوات، يعني ثلاث سنوات ينادى فيه فقط بالمساعدات، لكن هل هناك واقع عملي وفعلا وعلمي حقيقي وبأرقام واضحة؟ يعني لا، نحن تحدثنا قبل شهر تحديدا أن هناك قرابة 22 مليون يعني يحتاجون إلى الغذاء، وليس 13 مليون ولا 14 مليون. يعني أنك أن تتحدث عن وطن بأكمله أو اليمن أو الخارطة اليمنية كلها محتاجة إلى الغذاء، يعني هذه الأرقام ما تبريرنا أو ما تفسيرنا لها وهي موجودة والوضع ما زال قائم بالاحتياج؟ يعني هناك علامة استفهام كبيرة، يعني لازم يعني هؤلاء القائمين على المؤتمر وكل من ينادي بأن اليمن على خطر يعني لابد يجيبوا على هذه الأسئلة. نعم. طيب دعينا نشك معنا أستاذة نبيلة في هذا الحوار في هذه الحلقة عبر السكايب من جنيف، صفاء مراد مديرة المشاريع بمؤسسة أكون للحقوق. أهلا بك أستاذة صفاء. أهلا وسهلا فيكم، مرحبا، حياكم الله. إذن أستاذة صفاء، كيف كانت يعني أجواء هذا اليوم في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن؟ ما أبرز ملاحظاتك أو ما شهده هذا المؤتمر اليوم؟ بالحقيقة أولاً مسي عليك وعلى المشاهدين الكرام. بالحقيقة المؤتمر كان جيد جداً. بالفعل هو لم يتم الاستجابة الكاملة للمطالب المقدمة من اليمن. هو كان مطلوب 3 مليار دولار، والمبلغ المقدم 2 مليار وشوي، يعني تقريباً 70% من احتياج اليمن الحالي. بالنسبة للأجواء العامة ورد على الأخت الموجودة معنا في الاستوديو أستاذة نبيلة، كان الدول الموجودة دول الأعضاء الموجودة في المؤتمر كانت تطالب بإحلال السلام على اليمن، كانت تطالب إنه بإيجاد آلية واضحة لتوزيع المبالغ هذه المتبرعة لليمن. مش عارفة من فين أجت الإحصائية اللي قالت إنه في 1% من المساعدات هي فقط اللي توصل لليمنيين. في إحصائية أصدرتها الأوتشا حديثاً إنه 17.8 مليون شخص هم اللي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 16 مليون شخص يحتاجون إلى المياه، 16.4 يحتاجون للرعاية الصحية، أكثر من 8 مليون يمني تعرضوا للمجاعة، انتشار أمراض الدفتيريا والكوليرا، أكثر 1.1 امرأة حامل أو مرضعة تحتاج إلى العلاج، سواء كان عفواً تحتاج إلى علاج من سوء التغذية، أكثر من 2 مليون نازح، 22 مليون شخص يحتاج المساعدات الإنسانية. نحن بظل هذه الأعداد الكبيرة هي تعتبر أكبر أزمة حالية في العالم. طبعا هذه الاعداد هي مش انا لما قلت مش انه بصغر من حجم الاعداد، لا، الاعداد كبيره جدا، ولكن في عمل انساني كبير جاري كان سابق في 2018 وحاليا الان، فما اعتقدش انه وفي احصائيات كمان للمنظمات الامم المتحده
لمناطق الوصول، ف1% اعتقد انه مش عارفه فين المصدر، بس 1% هذا غير صحيح. مفهوم. طيب يعني في نقطه، هناك نقطه مهمه، الحديث على ربما زياده الاستجابه بالمقارنه بالعام الماضي. هناك حديث على حوالي 50% زياده في نسبه الاستجابه. الى اي يعني مدى كان هناك تفاعل، يعني ما سبب هذه الاستجابه بالاصح المتزايده عن العام الماضي؟ وهل اساسا عندما يكون الحديث عن 3 مليارات دولار، هل هي كافيه بحسب تقديرات المنظمات للإيفاء بالاحتياجات المتزايدة بالنسبة لليمنيين، أم أن هناك يعني برامج معينة تعتمدها الأمم المتحدة وتريد تمويلها فقط؟ هناك برامج يتم العمل عليها من قبل منظمة الأمم المتحدة، بتعمل مسح الاحتياجات للمواطنين، على ضوء هذه الاحتياجات بتحدد هذه المبالغ، والمبالغ هذه بترتفع إلى مؤتمر المالحين. طبعا انت بتتكلم عن سوري، في النقطه الثانيه مع نسبه الزياده، يعني هناك كانت زياده في تلبيه الاحتياجات كما قيل. طبعا زياده الاحتياج بسبب زياده رقعه الحرب، الحرب تنتقل من منطقه لمنطقه اخرى، والاحتياج زاد بالإضافة إلى انتشار الأمراض مثل الدفتيريا والكوليرا. لهذا السبب المبلغ زاد، وأنت عارف أنه نحن لحد الآن 3 سنوات والأزمة ما انتهتش، الحرب ما انتهتش. في مناطق لا المنظمة الأمم المتحدة ولا منظمة المجتمع المدني بتقدر توصل له، لهذا المبلغ ارتفع وبالزيادة. احنا نتمنى انه السنه ما نكونش على هذه الطاوله السنه الجايه، ونتمنى انه الازمه تنتهي، بس ونتمنى انه نحضر مؤتمر مثلا كمؤتمر لاصدقاء اليمن او غيره، لكن ما اتمناش ابدا انه احضر مؤتمر للمانحين لليمن. طيب يعني هو التساؤل يكون دوما، ما هي الآليات التي ستنفذ فيها الأمم المتحدة هذه البرامج وهذه الخطة لديها؟ هل تم الكشف عن ذلك؟ كيف؟ اوكي، طب في مؤتمر المانحين ما يتحدثش عن آلية واضحة لصرف المبالغ، لكن هي بتكون عبر الأمم المتحدة، هي الشخص المسؤول او هي الجهة المسؤولة عن صرف هذه المبالغ، انما كيف بتتوزع، فين بيكون المبلغ الأكبر، او ايش، هل بيكون سبل المعيشة لإنعاش مبكر او مساعدات إنسانية، هذا كله مش موضح حاليا، انما بيكون في مؤتمرات جاية او ورش عمل توضح هذا. طيب في نقطة مهمة أستاذة صفاء، هل تم توضيح أو تقييم عملية الاستجابة السابقة للخطة الإنسانية التي قدمتها الأمم المتحدة خلال هذا المؤتمر؟ هل نوقشت بشكل عام؟ في المؤتمر؟ نعم، أتحدث عن هذا المؤتمر أو في غيرها إذا كانت نوقشت من قبل. اوكي، هو انت بتتحدث عن شخصيه مشاركه في المؤتمر، ما تتحدثش عن شخصيه مع يعني تبع الاوتشا او جهه من ناطق باسم الاوتشا. مفهوم. انا ما اعرف اذا كان في يعني مناقشه سابقه للموضوع خلال المؤتمر، اذا لم يناقش هذا الامر. انا ممكن افيدك عن اللي صار داخل المؤتمر. اوكي، هل تم مناقشه هذا الامر خلال المؤتمر؟ لا لا، لم يتم مناقشة الأمر. تمام. طيب هناك نقطة ربما، بس تم مناقشة مشاكل وصول المساعدات لأطراف النزاع. وما كانت أبرز هذه النقاط بالحديث عن هذه المشاكل؟ أبرز النقاط عدم توفر اوكي، نبدا بالممرات الامنه. في مناطق بتحتاج لوجود ممرات امنه لوصول المساعدات الانسانيه. كانوا يتكلموا عن استهداف العاملين مع في الوكالات الانسانيه. نعم. عدم توفر الوقود، هو مش بس انه توفر غذاء وماء والصحة، لكن الوقود كمان مهم عشان المساعدات توصل للمناطق اللي ما نقدرش نوصل
كان في تحدث عن حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في اليمن، وهذه هي أبرز النقاط. أشكرك أستاذة صفاء مراد، مديرة المشاريع بمؤسسة أكون للحقوق، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. بالعودة إليك أستاذة نبيلة، يعني كان هناك حديث على من الأستاذة صفاء حول نقطة 1%، إذا كنت تريدين التعقيب حولها، كذلك يعني عدم يعني وضوح الآليات، هل يطعن بجدية الأمم المتحدة في تنفيذ هذه الخطط؟ أولاً ثمت نقطة لم توضح حتى الآن وحتى لم تذكر، يعني نقطة دراسة آليات إيصال المساعدات أو وصول المساعدات. في تصوري أنه مؤتمر مثل هذا كان مفترض يفرغ جزء كبير جدا من من انعقاده، أن يكون هناك موضوع وصول آلية يعني الآلية التي سيسير عليها إيصال هذه المساعدات. مثل هذا لم يتم، ويعني وأنا ممكن من خلال حتى كلام الأستاذة صفاء إن أنا أبصم أنه لم يتم فيه أي نقطة. لا زالت النقطة غير واضحة وغامضة، وكأنه متعمد أن تظل هكذا. لن نريد أن نقول يعني إنها متعمدة، إلى حد ما نقول قد تكون، يعني ربما تكون متعمدة. المسؤولية تطال الأمم المتحدة، تطال كل من له ضلع في إبقاء اليمن بهذه الصورة. يعني ماذا يعني فقط المناداة إعلاميا وعبر شاشات التلفزة وعبر شاشات والفضائيات بأن هناك ملايين تجمع لليمن، في غير وجود آليات حقيقية ومنطقية لإيصال هذه المساعدات. نحن نتحدث عن وصول المساعدات ولا نتحدث عن الغناء عنها. يعني لا نريد أن نبحر بعيدا عن اليمن وعن احتياج اليمن. هذا الرقم اللي علقت عليه الأخت صفاء 1%، هذا هو الرقم الحقيقي. الأمراض منتشرة، الأوبئة كثيفة جدا، وضع إنساني متدهور. حتى منظمة الأوتشا هي من أبرز المنظمات التي أعلنت أن الأزمة في اليمن هي من أسوأ الأزمات في الوقت الراهن. على أي أساس استندت الأوتشا وهي من أكثر المنظمات تعمل حتى هذه اللحظة في اليمن؟ يعني هي تقديرات، يعني هذا التقدير يفضي إلى أنه أنت تتحدث عن 29 مليون نسمة حسب التقدير، يعني أو 27، يعني هذه التقديرات اللي، لكن أنا أتحدث عن 22 مليون نسمة الآن يحتاجون إلى الغذاء. ما تفسير هذا؟ يعني هذا تفسير خطير جدا في بيئة الأرقام والإحصائيات. اليمن تعيش فعلا أسوأ، لكن ما هي الآليات؟ يعني ما الضمان الحقيقي لأنه إحنا نتخطى مرحلة الخطر هذا؟ يعني 3 سنوات نحن ندور حول حلقة مفرغة من المساعدات والإعلان عنها والتحدث حولها، برغم أنه هذه المسؤولية تقع في المقام الأول على الحكومة، باعتبار أنه اليمنيين الآن الذين مرابطين في الداخل اليمني هم مدافعين على الشرعية ومدافعين على بقاء هذه الحكومة، وبالتالي لازم تتحمل مسؤولية كبيرة جدا. الذين قادوا حملة عسكرية لإنقاذ اليمن من الانقلاب الفاشل، هذا الانقلاب أيضا يتحمل مسؤولية، تتحمل أيضا السعودية ودول التحالف المسؤولية، تحمل المجتمع الدولي المسؤولية. اليمن لن يعني ستظل هكذا وصمة عار أمام كل من له يد أو قرار أو ما يعني أو إمكانية في حل هذه المشكلة، ولم يحرك ساكنا الحقيقة. يعني طيب، يعني هناك نقطة الآن عندما يتم التطرق من خلال ما فهمنا من أستاذ صفاء أنه تم الحديث عنه في المؤتمر لمعوقات وصول المساعدات الإغاثية، هل يعفي ذلك المجتمعين في هذا المكان من إيصالها حقيقة الأمر لمن تستهدفهم الخطة بالأساس؟ يعني هي أثناء حديثها لم توضح أن هناك خطة حقيقية كلف فيها جهة معينة أو أشخاص معينين، أو برغم أن الحديث هو المفترض يتحدث عن كيانات. يعني أنت تتحدث عن، يعني هي في نهاية المطاف ليست ناطقة باسم المؤتمر، ربما نعم يعني هي نعم تتحدث باسم مؤسسة. نعم، هي تقول فعليا أني باسم إنسان حاضر لهذا المؤتمر. الحاضر لهذا المؤتمر يعني أنا فهمت هكذا أنه حديث، ثمت حديث عن الآليات لم يذكر، ثمت حديث عن جدوى يعني أو الحديث أو إفراغ أهمية حول الآليات وصولها، يعني ظلت علامة استفهام، لم يكلف أحد بالإجابة عنها، ولم تكن هناك توصيات أو مقترحات حسب ما يعني سمعت الآن في إيجاد فعلا جسر حقيقي لوصول هذه المساعدات. أنت تتحدث عن فقط جمع
يعني علامة استفهام جمع، يعني معناته نحن 3 سنوات فقط نجمع مبالغ، لكن اليمن على الحال، بل بالعكس تزيد الأوضاع سوءا. يعني اليمن الآن يعيش 3 سنوات في غياب الخدمات الأساسية، نتحدث عن بلد يعني ما في بوش ولا لا ماء ولا كهرباء ولا خط أنترنت محارب حتى تتضح الصورة الإعلامية للعالم كله يعني عما يحدث داخل اليمن. نتحدث عن غياب الخدمات الصحية، يعني كأنه مطلوب من اليمنيين أن يظلوا في دائرة الموت باختصار شديد، وعلى مرأة ومسمع من العالم، أولا بالدول الجوار، ثانيا بالدول التي تطلع بحقوق الإنسان. أين هذا الدور الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة إذا قلنا يعني عن حقوق الإنسان؟ سادة نبيلة، دعينا نشكر معنا في الحوار الدكتور تميم عبد الرقيب، رئيس جمعية وديان لتنمية المجتمع، الذي ينضم لنا أيضا عبر سكايب من جنيف. أهلا بك دكتور تميم. أهلا وسهلا فيك ومشاهدين وضيفتك الكريمة. حياكم الله دكتور تميم. يعني لفت الاسم باعتبار أن ترأس جمعية للتنمية تحضر مؤتمر للاستجابة الإنسانية التي ربما هي دوما تعنى بالأمور الطارئة عموما وشؤون الإغاثة، هل كان هناك تطرق في خلال هذا المؤتمر لربما طرق أخرى لتنفيذ أو تنمية المجتمع في اليمن من خلال تمويل الخطة الاستجابة الإنسانية؟ طيب في البداية بس بحب أوضح أنه للأستاذة نبيلة أنه المؤتمر هذا فقط لجمع أكبر قدر ممكن من الدعم، وليس البحث في آليات التمثيل. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية برجع إلى سؤالك، السؤال هذا طبعاً نحن كمنظمات المجتمع المدني اللي مشاركة في المؤتمر حاولنا طرح العديد من الرسائل القوية بحيث أنه يتم الاستجابة لها بقدر الإمكان. في أولها يعني بالشكل العام أنه نحن في اليمن ضمن خطة الاستجابة الإنسانية حصراً في موضوع المساعدات الغذائية فقط. نحن نشي نقول موضوع المساعدات الغذائية أن نكملها بمساعدات وأنشطة تنموية خاصة بالإنعاش المبكر، خاصة ببناء السلام، خاصة ببرامج الحماية، خاصة بحماية الأطفال من الاستغلال في الصراع، بالإضافة إلى أنه نحاول قدر الامكان انه نعزز من تمثيل المراه والشباب في 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 هذه المرحله. فهذه ابرز الاشياء اللي احنا كنا نطالب فيها بحيث انه تكون لها قبول لدى المشاركين، بان يتم ادراك برامج الانعاش المبكر في عمليه الاستجابه الانسانيه والعمل فيها بالشكل المتوازي مع المساعدات الغذائيه. طيب هل يعني من خلال ما لمسته هل كان هناك استجابة لهذه المطالبات؟ هناك في ترحيب حصل طبعاً. هنا عقدنا اجتماع خارج على هامش المؤتمر طبعاً مع أكثر من منظمة دولية ومع حكومات رعت هذا الحدث، حطينا هذا الأشياء بالإضافة إلى طبعاً حاجات أخرى لها متعلقة بما يخص الممرات الآمنة، حماية المدنيين، كيف نحن نعزز الوضع المستقر في بعض المناطق طبعا بما يكفل انه ما تنتشر رقعة الصراع اكبر واكبر، مع ضرورة طبعا انه بنوه الى انه وقف الاعمال القتالية هذا اهم شيء. ثانيا الدخول في السلام طبعا هذا مطلب الجميع، نحن كمنظمات مجتمع مدني طالبنا فيه لانه هو الحل الجذري للمشكلة الان حاليا. مش الفكره، المشكله مش فقط بكم المبالغ اللي تم الحصول عليها بقدر ما هي حل المشكله من الاساس. طيب هناك يعني قبل فتره كان هناك ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون على اهميه التطرق الى مشاريع التنميه في البلاد التي ستدرأ بشكل او باخر مشاكل الإغاثة وربما الاستجابة الإنسانية. إلى أي مدى تتفق مع هكذا حملات أو مع هكذا أفكار تطرح؟ أنا أتفق كليا مع هذه الحملات، واللي المفروض نحن كمنظمات مجتمع مدني كناشطين مدنيين في اليمن أنه نحن نعمل نروج لهذه الأنشطة والمطالبات. نحن كمنظمات شاركنا في المؤتمر حطينا بقوة موضوع أن نحن لازم ننتقل للموضوع المساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية بحدها طبعا، مش معناته انه نحن نوقفها بشكل كامل، انما
نصاحبها بأنشطة تنموية وبرامج إنعاش مبكر من حيث تحسين الأسر اللي طبعاً المعروف أنه الآن الوضع بسبب تراجع العديد من مستويات المعيشة الاقتصادية الكبير من الأسر طبعاً. فحاولنا قدر الامكان ان احنا ندرج هذه الاشياء، وانا اتفق مع الاخوه الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الفكره. نعم، طيب بسؤال اخير دكتور تميم، يعني من خلال تواجد كثير من الدول المانحه دوما ما يكون هناك تساؤلات على ان الدول تدعم الحكومات او تدعم بشكل او باخر استمرار هذه الحرب، حكومات تدعمها كذا بصفقات أسلحة وما شابه، وفي اتجاه آخر هي تقوم بمثل هكذا مؤتمرات لي يعني رفع العتب كما يقولون في الاستجابة الإنسانية الطارئة لمشاكل أو أحدى الأضرار الجانبية لهذه الحرب. برأيك الاستمرار في عقد المؤتمرات الاستجابة الإنسانية والحديث عن اليمن وحل المشاكل سيسهم فعلا في إيقاف المعاناة الإنسانية؟ أنا أرى أنه إيقاف الحرب هو الهدف الأساسي، يعني الحل مش بأن احنا نجمع تبرعات أو نعقد مؤتمرات، الحل الأساسي أن احنا نجلس على طاولة المفاوضات ونحل السلام بين كل الأطراف، لكن موضوع أنه فقط بس أنه احنا نجمع تبرعات مشان احنا كأن احنا ننظر يعني لشيء مستمر، مشكلة تتكرر. العام اللي فات طبعا كان في مؤتمر وكان في هذا المؤتمر، الان في زياده ما نسبته 50%، طبعا اذا استمرت الازمه طبعا هو نحن المفروض البعض منا يمكن يفرح يقول والله في زياده في الدعم، زياده في الدعم ده معناه برضه انه المشكله كبرت، زياده في المعاناه ربما المشاكل ارتفعت، فلهذا اعتقد انه ممكن العام القادم يحصل انه المبلغ بيطلب اكثر، بدل ما طلبنا 3 مليار ممكن نطلب 5 او 6 او ان شاء الله ما نوصل للمبالغ هذه نحن بالدرجة الرئيسية أنه البلد تكون في سلام، وأنه نبدأ نعتمد على مواردنا، نبدأ نعتمد على إمكانياتنا بعيداً عن الدعم الدولي طبعاً بشكل أو بآخر. أشكرك رئيس جمعية وديان لتنمية المجتمع دكتور تميم عبد الرقيب، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. مشاهدينا الكرام، وقبل العودة إلى أستاذة نبيلة نذهب إلى فاصل قصير بعده نستأنف هذا الحوار، تفضلوا بالبحر. لنمعن النظر قليلا، لا مستقبل يضيء في أعينهم، فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أستاذة نبيلة، يعني لفت في كلام الدكتور تميم يعني نقطة، أنه هناك من قد يفرح أو يعني يعتبر أن زيادة الاستجابة الإنسانية هي أمر إيجابي بنسبة 50%، لكن فعليا هو يعكس أن هناك ربما معاناة أكبر، وأن هناك ربما في سنوات قادمة إذا استمرت الإشكالية بدون حل جذري ستزداد نسبة الاحتياج. في ذلك ما هو الحل الجذري لهذه المشكلة؟ أولا في غير إيقاف الحرب تصبح كل المساعدات في الهامش، يعني أنت تتحدث عن حرب قائمة كل الاحتمالات واردة فيها، يعني بقاء آلة الحرب تشتغل في الميدان في اليمن، وبقاء مربع الحديث فقط عن المساعدات وبين قوسين
تعهدات وليست مساعدات، لأنه هذا هو ما حسب ما سمعت يعني أنها تعهدات. معناها أنه قد تتم وقد لا تتم، هذا احتمال أيضا. معناها أن أنت تتحدث فقط عن صخب إعلامي لا غير حول المساعدات وحول الوضع الإنساني وترشيحه في اليمن كيف شكله، كيف يعني إلى أي درجة وصل، لكن الحديث حول مساعدة هذا الشعب رقميا وإحصائيا وفعليا وميدانيا صفر، وأنا أقولها بالفم المليان صفر. لأنه طالما هناك ناس تموت يوميا، هناك معاناة حقيقية بسبب المجاعة وبسبب الفقر وبسبب غياب الخدمات أو تغييب الخدمات الأساسية، أنت تتحدث عن كارثة مشاهدة على مستوى العالم بعدسة الزوم حقها على مستوى العالم. يعني ماذا يعني مؤتمر جنيف؟ مؤتمر جنيف ناجح في جمع المساعدات أو التعهدات لدعم اليمن، لكنه سيكون فاشل إذا لم يتحدث عن آليات وصول هذه المساعدات. أصبحت اليمن فقط تعمل بمساعدات أو جمعيات أو مؤسسات بمشاريع بسيطة صغيرة، يعني لا تتجاوز مساحتها 3 متر. يعني أنت يعني أمام كارثة على مستوى على من أقصى اليمن إلى أقصاه. يعني هذه نقطة. نقطة أخرى، يعني ماذا ستقدم استجابة لليمن أو مؤتمر جنيف لليمن؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه. هل ستقدم حلا جذريا؟ لأنه في 2017 نادت الأمم المتحدة ب 2 مليار دولار، وتلاها كثير من الـ يعني عبارات اللي كانت قوية في الإعلام من قيادة التحالف من غيرها حول الأوضاع الإنسانية وتدهورها كلام، لكن ما تم فعليا من 2017 إلى الآن. إذا تحدثنا فقط عن استجابة لم يحدث شيء، معناه أنه الآن 2017 ومؤتمر جنيف واستجابة يشبه تماماً 2018. طيب، يعني هناك نقطة أيضاً، يعني كثير من الدول تتحدث عن دعمها لليمن، هناك تصريحات لربما المملكة العربية السعودية عن مساعدات خلال السنوات الأخيرة الماضية تصل إلى 10 مليارات في يعني في مساعدات لليمنيين، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن ما يقارب 1 مليار خلال 2 ربما أو أقل. هذه الأمور كلها هل تعكس أن الوضع في اليمن يمثل ثقب أسود، أم أن بالفعل الاحتياج يعني المساعدات لا تصل؟ يعني هل المشكلة كبيرة وهي تغطي جزء من هذه المشكلة التي تتزايد يوما بعد آخر، أم أن هناك خلل في إيصال المساعدات؟ هناك 3 جوانب. أولا، الوضع الإنساني متدهور، وممكن حتى عبر هذه المنصة نطالب بلجان محايدة 100% تنزل وتحلل الميدان وتعرف، لأن الميدان هو الحكم الحقيقة، في الميدان في اليمن هو الحكم. كارثة إنسانية مهولة، مساعدة لم تصل ولن تصل إذا لم يكن هناك قرار بوصول المساعدات فعلي وحقيقي وواقعي. أوكي، ستصل، لكن إلى الآن لم تصل ولن تصل إذا لم يكن هناك قرار. هذا هو النقطة الأخرى. هناك من يريد أن تظل اليمن بهذه الصورة، يعني حرب وتحدي هائل كبير جدا للوضع الإنساني بشكل كارثي. يعني الآن اختبار لقدرات اليمنيين على البقاء على قيد الحياة، هذا هو باختصار شديد يعني. لكن السعودية ودول التحالف كم قدمت؟ الميدان يشهد أن ما قدموه زهيد أمام آلة الحرب التي يعني تحصد الأخضر واليابس من فوق بقيادة التحالف، ومن تحت بميليشيات الموت المنثورة على الخارطة اليمنية. نحن نتحدث عن حرب تحصد اليمن من أعلى ومن أسفل، هذا هو الوضع الراهن. تخيل أنت الآن ما هي حجم المساعدات المفترضة أن تكون داخل اليمن؟ يعني طيب، هي نقطة أيضا ربما، يعني هذا الحديث عن المساعدات يأتي في إطار مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي أعلنته الأمم المتحدة. هل ذلك يعني أن جهود الإغاثة في اليمن تقتصر فقط على ما سيجري في هذا المؤتمر، أم أن هناك يعني مانحين آخرين ربما لا يقتنعوا بآليات الأمم المتحدة في إيصال مساعداتهم؟ نعم. وهل لديك أمثلة؟ نعم، هناك جمعيات
وكيانات ومبادرات. نحن في اليمن أمام نقطتين، هناك مبادرات مجتمعية في الداخل اليمني بجهود أشخاص وبجهود جمعيات ومؤسسات، هذه التي تشتغل في الميدان عبر علاقاتها، هذا الجهد الذي تقدمه ويعني والجهد يعني بسيط أمام الاحتياج الكبير يعني، وما زالت تشتغل. هذا الذي يشتغل الآن في الميدان، هناك جمعيات ووجهات في الخارج سواء في دول الخليج ولا سواء في دول أوروبا ولا في تساعد حقيقة يعني، هناك أرقام لكن هذه الأرقام زهيدة أمام الوضع. يعني الخيار في اليمن هو خيار دولي، خيار أممي، ليس خيار جمعيات أو مؤسسات، أو يحتاج فعلا إرادة دولية وإرادة أممية لإيقاف أولا الحرب وثانيا المساعدات المشروطة بممرات الأمان والسلامة. طيب دعينا نسمع عن الوضع أكثر في المناطق في اليمن. تنضم لنا الآن ناشطة في مجال الإغاثة الأستاذة حياة الذبحاني من تعز. أهلا بك يا أستاذة حياة. أستاذة حياة تسمعينني؟ نعم، حياكم الله. إذن أستاذة حياة، كان هناك اليوم مؤتمر، فعاليات مؤتمر جنيف للاستجابة الإنسانية في اليمن، مؤتمر الأمم المتحدة، تم الإعلان عن تقديم ملياري دولار كتعهدات إلى الآن. أنت كعاملة في مجال الإغاثة وناشطة في مجال الإغاثة في الداخل، هل يغطي ذلك طموح العاملين في هذا المجال لسد الاحتياج الطارئ في مناطق التي تشهد الحرب؟ في البداية أسعد الله مساءكم ومساء كل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية، وأنا أود القول بأننا نسمع جعجعة ولا نرى طحينة. نحن منذ بداية الحرب، أي منذ ما يقارب 3 سنوات بالتحديد، ونحن نسمع عن الوعود تلو الوعود ولا نرى لذلك ترجمانا في الميدان وفي الواقع. دعني أتحدث عن تعز المنكوبة، تعز المحاصرة، تعز التي يموت أهلها جوعا، تعز المستشفيات المتهالكة، تعز التي افتقرت إلى الأكسجين. أين كان العالم وأين كانت الأمم المتحدة وأين كانت منظمات حقوق الإنسان؟ ونحن نناشد العالم فقط بأن يمد هذه المدينة بأسطوانة أكسجين. دعنا من الطعام ومن الشراب، نحن أمام مستشفيات متهالكة، نحن أمام سكان هذه المدينة الذين يتذمرون جوعا، نحن أمام أسر تكاد أن توفر وجبة غذاء واحدة في اليوم لصغارها. نحن نعتبر هذه المنظمات شريكة في تجويع أبناء مدينة تعز. نحن صرنا لا نعول على هذه المؤتمرات ولا نعول عليها إطلاقا، نحن نعول فقط على المنظمات الخيرية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وفاعلي الخير الذين كانوا فعلا هم السند وهم العون وهم المدد لهذه المدينة المنكوبة. أتذكر تماما بالتحديد قبل سنة ونصف حينما زار مبعوث الأمم المتحدة مدينة تعز لكي يسمح لتلك القافلة بالدخول إلى مدينة تعز، فتح المعبر ليدخل المبعوث الأممي إلى مدينة تعز وأغلق المعبر تماما بمجرد خروج المبعوث الأممي، وهو على اطلاع بذلك الموضوع، وصدرت تلك القافلة الإغاثية التي كانت من المفترض أن تدخل إلى مدينة تعز وبيعت التجارة السوق السوداء. نتحدث كذلك نحن عن جرحى في هذه المدينة، جرحى من الأطفال، جرحى من النساء، دعنا من جرحى المقاومة الشعبية الذين يسمونهم بأنهم جرحى حرب. أين دور هذه المنظمات أن تقوم بواجباتها الأخلاقية والإنسانية كذلك تجاه الجرحى الأطفال وتجاه الجرحى النساء المدنيات اللواتي يسقطن في هذه المدينة؟ نحن في حقيقة الأمر سنظل ربما يحدون بسيط من الأمل لننظر إلى هذه الوعود، هل ستترجم على أرض الواقع؟ وما هي الآليات التي سيتم تنفيذها لصرف وإيصال هذه المساعدات؟ طيب من خلال ملاحظاتكم أستاذة حياة، من خلال ملاحظاتكم للأعمال السابقة ولما يعلن، هل تصل هذه يعني المساعدات والإغاثات الطارئة إلى تغطية نسبة من الاحتياج على الأقل في تعز باعتبارك أنت تتحدثين من هناك؟ ربما لا أبالغ أن قلت لك بأن مقدار ما يصل هو 5% مما يعلن عنه. بعض المنظمات العاملة والتي يسيطر عليها متنفذين هنا في البلد
يوصلوا الجزء اليسير إلى بعض المناطق ويكتفون بالتوثيق الوهمي لتلك المنظمات العالمية كما يدعون، ويترجمون شيء بسيط من الأعمال على أرض الواقع، ولكن في حقيقة الأمر تتبخر كل تلك الأموال ولا نرى لها حقيقة على أرض الواقع. يكتفون فقط بالبهرجة الإعلامية وكذلك المنشورات التي نراها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك بالأفلام الوثائقية التي لا تكاد تغطي نسبة بسيطة من المستفيدين هنا في محافظة سعد. نحن في منطقة الوازعية وفي تبيشعة وفي بلاد الواشي وفي الصل، وهذه المناطق المنكوبة التي أصبحت ساكنها في العراء تحت الشمس والحر والمطر، لم تقم هذه المنظمات العالمية بأدنى واجب بأن توفر لهم خيمة فقط تؤويهم المطر والحر والبرد. أين هذه المنظمات؟ سقطت أقنعة هذه غادرت مدينة سعد وذهبت لكي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. كثير من النهب والسب باسم أبناء اليمن، ولكن في حقيقة الأمر لا يصل شيء إلى أبناء اليمن بشكل عام، وبالتحديد كذلك المناطق المنكوبة محافظة سعد. ما أود القول هنا كذلك بأن هذه المنظمات هي تنتهج كما نرى نحن سياسة التبويع والتركيع، ليس فقط لمحافظة سعد بل لكل أبناء الشعب اليمني. يراد من خلال هذه السياسة أن يظل المواطن اليمني يبحث فقط عن لقمة العيش، لا يفكر في التعليم، لا يفكر في شيء، لا يفكر في الثقافة، لا يفكر في الانخراط. أين هذه المنظمات وأدوارها في التنمية المجتمعية، في مشاريع التنمية المستدامة التي تحقق الاكتفاء الذاتي لكل الأسر؟ يعني أستطيع أن أقول بأن فاعلين الخير فعلا كانوا هم الدولة وهم الحكومة وهم السند وهم العون وهم المدد. نحن في الميدان ونحن من نحكم بذلك، ونحن من تكون لنا كلمة الفصل في أن نقول من الذي ساعد أبناء مدينة سعد ومن الذي أحجم عن مساعدتهم. من ساعد أبناء سعد هم فاعلي الخير الذين أوجه لهم التحية والعرفان والإجلال والامتنان لعظيم ما قدموا. فعلا أثبت الرجال والنساء سواء من داخل اليمن أو من خارج اليمن المغتربين الأكارم بأنهم هم صمام الأمان لأبناء شعبهم الذين أمدوا هذه المحافظة بالإغاثات المتواصلة عبر الجمعيات والمبادرات الشبابية والمؤسسات الخيرية. أضف كذلك إلى كثير من التكتلات التي قامت بأعمال إنسانية وحاولت إنعاش التعليم في هذه المدينة نعم نعم أستاذ أحياء. إذا أشكرك أستاذ أحياء الذبحاني الناشطة في مجال الإغاثة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إليك أستاذة نبيلة، وفي هناك نقطة مهمة، الوفد الحكومي المشارك في المؤتمر يتكون من وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء عبد الملك المخلافي، وكذلك رئيس وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح. كيف تقيمين الدور الحكومي في مسألة أو ملف الإغاثة؟ أولا لجنة الإغاثة المشكلة الحكومية، يعني من لحظة تشكيلها إلى الآن كما أوضحت الأخت حياة، الميدان في اليمن لم يجد النور. يعني نحن نتحدث عن شاهد عيان، هذا شاهد العيان موجود في اليمن. لجنة الإغاثة لم تخرج عن التصريحات أو الحديث حول الأشياء الرقمية فقط في إطار تقارير فقط، لكن ما تم في الميدان هو جهد يعني يكاد يرتقي لأنه غير ملموس، يعني لم يلمسه بشكل مادي الشارع اليمني. هذه نقطة. النقطة الثانية، كيف ستدار عمليات الإغاثة في ظل حصار تعز الذي لم يفك ولم يعترف أيضا أو يتم النقاش حول فك هذا الحصار؟ النقطة اللي بعدها، كيف سيتم إغاثة أو معونة أو مساعدات لعدن مثلا على اعتبار أنه البلد اللي أو المحافظة المحررة وهي تدار بالعصابات حتى اللحظة؟ إذا تحدثنا أيضا عن صنعاء التي يتمترس حولها ميليشيات الموت ويلاحقون رواتب الموظفين لأكثر من عامين،
ويتمترسون حول أي شريان للحياة حتى يجهزوا عليه. هذه كلها تحدث أمام العيان. كيف ستصل المساعدات؟ وما جدوى الحديث فقط عن الأرقام والحديث فقط عن التقارير؟ إذن أشكرك أستاذة نبيلة سعيد، صحفية وناشطة الحقوقية، كنت معنا في حلقة اليوم في الاستوديو. شكرا على تواجدك معنا، كما هو شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش وبقية الأفراد في الطاقم الفني. إلى اللقاء.